يقول هذا السائل: إذا أدرك الرجل صلاة الظهر في السفر وصلى الظهر والعصر قصر وجمع ورجع إلى بيته ووقت صلاة العصر لم ينتهي بعد، فهل يصلي العصر أم تكفيه صلاة العصر القصر؟ إذا كان في سفر وأقبل على بلده وحضرت صلاة الظهر فإنه يصلي الظهر في الطريق ويقصره. صلاة العصر هو مخير، إن شاء قدمها وصلاها مع الظهر قصرا لأنه ما زال مسافرا، وإن شاء أخر صلاة العصر أو العشاء مثلا إلى أن يصل إلى البلد ويصليها في المسجد ويتمها فهذا أفضل، هذا أفضل وأحسن، والأول جائز. نعم.